نحكي على الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، وخاصة الحدث أو القرار بمنع الصحفيين من تغطية أشغال هذه الجلسة. الصحفيين دخلوا في اعتصام في أو أمام مقر مجلس نواب الشعب، فما استنكار شديد من قبل الصحفيين. حبينا ناخذ موقف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وهل هناك إجراءات يمكن أن تتخذها في هذا الاتجاه لحماية حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي؟ هذا موضوع حوارنا مع سيد وجيه الوافي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. سي وجيه الوافي، مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الحياة فم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. معي في البلاتو المحلل السياسي الأستاذ فتحي زقيرة. مرحبا سي وجيه، احتراماتي أستاذ. مرحبا سيدي، مرحبا بك، عايشك، بارك الله فيك. سي وجيه الوافي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كيفاش تابعتوا اليوم منع الصحفيين من تغطية الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، وهل هناك إجراءات ستتخذها النقابة في هذا الخصوص؟ صحيح، احنا يعني ردة فعلنا فوجئنا الحقيقة بقرار المنع هذا، منع الصحفيين والمصورين من تغطية الأشغال مجلس نواب الشعب، اللي التوانسة الكل يستناو في المجلس هذا، يحبوا يشوفوا المجلس هذا، يحبوا يسمعوا، يحبوا يعرفوا حقهم في المعلومة. هذا حق طبيعي، حق الرأي العام في المعلومة. فجأنا اليوم أنه الصحفيين تحولوا على عين المكان، لكن تم منعهم من قبل قوات الامن. بالطبيعة قوات الامن هي تنفذ في قرار، ما عندهاش سلطه التقرير، لكن شكون قرر الله اعلم. احنا لحد الساعه طول تقريبا نحكي عندها 4 سوايع ولا 5 سوايع، يعني لحد اللحظه اللي نتواصلوا معاه اللي نكلموه سواء من رئيس الجمهوريه او من رئيس الحكومه او من مجلس النواب، يقول لك لا انا ما خديتش القرار. هاو توا يعني سمعنا تصريح للنائبه فاطمه المفدي بتقول انه بعض النواب ارتأوا انه الجلسه الافتتاحيه تكون بحضور وزير الاعلام العمومي فقط، تجنبا لبعض كمارات هي كما حكيت هي، تجنبا لبعض يعني لي ديفياسيون اللي باش تصير. ما فهمتش معناها شنو تقصد هي لي ديفياسيون باش تصير، يعني كاين صحفيين باش يفسدوا عمل المجلس، ولا يعني حديث ما عنده حتى معنى الحقيقه. مش معناها ارتأوا ساعه سي وجيه وهما مازالوا ماهمش نواب، يعني اصلا نحبوا نسالوا نحن النائبه المحترمه شنو معناها. هي مازالت ما ادتش القسم وعملوا جلسه تحضيريه، وتفاهموا في الجلسه التحضيريه انه يحضر كان الاعلام العمومي يعني التلفزه وكيف تونس فريق الانباء والاذاعه الوطني. ماذا بينا تفسر لنا هي يعني الفلسفه هذيا ولا الرؤيه ولا الفكره اللي جابتها النائبه المحترمه؟ ماذا بينا تفسر لنا هي بالذات ما ادتش القسم وبدات يعني تقرر في قرارات ما عندها حتى علاقه بالوضع السياسي الاعلامي يعني. فهمت كما قلت لك، تواصلنا مع العديد من الاطراف باش نعرفوا سبب المنع شنو. الاجابه الحقيقه ما فماش اجابه كافيه وظافيه على ضوئي. تحولنا احنا اعضاء مكتب تنفيذي نقابه الصحفيين، تحولنا لمجلس النواب امام مجلس النواب في باردو، عملنا وقفه رمزيه احتجاجيه مع الزميلات والزملاء، لانه كما تعرف راهو الصحافي اليوم راهو مش ماشي يلعب غادي، راهو يعني باش نفسروا حاجه، راهو الصحافي ماشي يخدم، الصحافي مكلفته المؤسسه نتاعو اللي يخدم فيها واللي يتقاضى في اجر باش يمشي يخدم، باش ينقل حدث، باش ينقل صوره، باش ينقل صوت، وفانت كونت باش ينقل للراي العام هذا شنو اللي يصير في المجلس. يعني كما صاير كان صاير به العمل قبل، يعني قبل فما صحفيين راهم يخدموا في المجلس، يعني باش العباد تعرف فما صحفيين يخدموا حتى من قبل، راهم قبل الثوره هذيك خدمتهم يخدموا في المجلس، يعملوا اعلام برلماني هذيك خدمتهم، مختصين في الشيء هذا. فهمت يعني يعرفوا دواليب المجلس ويعرفوا الامور كيفاش يعني خدمتهم. يلقى اليوم روحه ممنوع انه يخدم، انه ينقل الصوره والصوت والراي الاخر، خلينا نقوله خاطر احنا اللي نشوفوا فيه تو من الصباح في المجلس التغطيه نتاع التلفزه الوطنيه، مشكورين الزملاء اللي يخدموا على المجهود اللي يقوموا به، يعني تغطيه في اتجاه واحد، لانه كما تعرف راهو فما مسارات وفما تصريحات وفما الشارع التونسي يحب يعرف النواب. مش انا احنا النواب ما نعرفهمش الكل، يعني فما نائب انا انتخب في بلاصه ما يعرفش النائب نتاع المنطقه الفلاني، يحب يعرف طريق سير يعني هذا من حقه ان فانت كونت النائب، انه المواطن ولا الراي العام انه يسمع. احنا في نقابه الصحفيين عندنا اجتماع، طبعا هبطنا بيان احنا منذ قليل تقريبا على الصفحه الرسميه للنقابه في إدانة واستنكار للقرار هذايا من اي يعني اي كان مأتاه واي كان مصدره لخلال القرار هذايا.
فهمني، سواء النائبة المحترمة فاطمة البسدي أو غيرها، يعني نحن ندين هذا القرار وهذه الخطوة. وغدوة إن شاء الله في نقابة الصحفيين الصباح العشرة عندنا ندوة صحفية لمزيد إلقاء الضوء والحديث على هذه يعني السابقة الحقيقة اللي تسيء إلى تونس بالدرجة الأولى، راهو تسيء إلى تونس وصورة تونس، لأنه فما أعلام اليوم العالم الكل يغزر تونس، العالم الكل يتفرج في تونس اليوم. واضح. يعني الخبر الرئيسي اليوم البرلمان، يعني الخبر الرئيسي اليوم هو افتتاح الجلسه، باش يولي الخبر الرئيسي ومنع الصحفيين من هذا عملهم، يعني حكايه كنا نجموا نتفاداوها بشويه تنسيق. به المنع هذايا، هل تعتقد سي وجيه انه باش يكون فقط في الجلسه الافتتاحيه ام انه باش يتواصل يعني في المستقبل وفي الجلسات القادمه؟ هي النائبة كما حكيت لك السيدة فاطمة المسدي اللي حكيت قالت ارتئينا في الجلسة الافتتاحية، ما علينا نتجاوزوا توا اللي حكيته، يعني على اساس في الجلسات القادمة. اما ما دام يعني طونك صار هالشيء هذا اليوم في الجلسة الافتتاحية ولا في الجلسات القادمة، يعني نتصوروا راهو الطريقة واضحة والسياسة واضحة، وخليني نقولها الخطة واضحة، الخطة واضحة فهمني. يعني اعلام، انا عندي الاعلام العمومي التلفزه والتاف والتلفزه والتاف والاذاعه، الباقي الكل ياخذوا من هذا، هذا المنطق ياخذوا من المصادر هذوما، هذا الاعلام العمومي اللي يحبوا خاصه من التاف، معناها خاصه من التاف جيت سما بالضبط، برا خذ من التاف، برا خذ من التلفزه، تفرج في التلفزه فهمني، يحبوا يردوا اعلام حكومي بالسيف. انا سي وجيه معناها سامحني نحب نتدخل معناها بكلمه ونحترم معناها رايك، معناها كل اللي في كلامك معناها يظهر لي هي نقله واقع راه، وهذا يعلم به الناس كلها اللي مطلع على الشأن العام في البلاد، واللي يعرف خاصة العلاقة تو اللي موجودة بين رئاسة الجمهورية والحكومة من جهة والجهاز الإعلامي بصفة عامة، وخاصة النقابة نتاع الصحفي يعرف معناته شكون. فما موقع رئاسة الجمهورية ذاك معناها لي سورس دانفورماسيون، فما موقع رئاسة الجمهورية، ثم التاب وثم التلفزة وحتى الإذاعة ما زالت راهو الإذاعة الوطنية، ثم التلفزة الوطنية الأولى. معناها احنا شنو نحبوا تو؟ نحبوا تتوسع. يعني باش نسالك سؤال، معناها فما خطر كانه انسان يحبك يحل اللعب ومازال فما تردد، علاش خاطر تطور الجمهوريه من ناحيه معناها تدخل في حل مشكلة شمس، ماك شفت معناها وعدهم وقرارات وفرحوا واستبشروا كل شيء بعد ما وصل لا 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 شمس شمس فهم الساعه من الاول، وبعد مشى في زياره وبعد مشى في زياره شمس فهم للامانه، يعني تو مشكلته ما تحلتش. اي نعرف، لكن عد هو سيد رئيس الجمهوريه واحنا بيدنا حكينا عليه وكل شيء، وقلنا هاي مبادره طيبه وقتها تدخل اعاده البث ان شاء الله، ان شاء الله معناه ان شاء الله تتحل مشكلتهم، هذا ما نامله، هذا ما نتمناه الكل بالطبيعه. اثنين، ثم حاجه اخرى، هالزياره ذي معناها اللي زياره تاريخيه وهبطت جريده، هبطت معناها في بالالوان وكذا، وعدهم سيد رئيس باش يحل الاشكاليات الموجوده الكل، حتى على مستوى الاجور وكذا، وحتى على مستوى المقر وجبد كيفاش المقر توا حسيلو. دونك كيف من ناحيه رئيس الجمهوريه مالي لا معناها اجهزه اعلام ولا فهمتني، وهي حظات نقولوا بنوع ما من الاهتمام نتاع رئيس الجمهوريه ومشى لها حتى في زيارات فرنسا. ومن ناحيه جي حدث هام، شوف معناها مفارقه نوعا ما، حدث هام اللي هو افتتاح مجلس النواب في جلسته الاولى، وحدث كبير وفما ملاحظين وفما ناس وفما فهمتني، كيفاش تراها الناحيه ذي هالمفارقه ذي، كيفاش تفسرها بالله؟ هو للأمانة احنا كي حكينا رئاسة الجمهورية راه اتصلنا معهم، قالت لك احنا مع احنا ما عندنا حتى علاقة باللي صاير في المجلس اليوم، واحنا ننزلوا لأني أنا كي نقصدك معلومة وتحكي لي وتجاوبني أنا نصدقك، يعني بكل هذايا الأبجديات نتاع التواصل والاتصال، فهمت؟ كي تحكي كي تجاوبني وتعطيني معلومة أنا نصدقك. رئاسة الجمهورية فات قالت اللي انا ما عندي حتى علاقه باللي صار اليوم في المجلس. النائبه السيده فاطمه المسدي حكيت ديجا، يعني الامور ولات واضحه، يعني فما نواب اليوم، فما نواب خلينا نقولوها، احنا من يعني لا نتجنى على احد ولا نرجم بالغيب اي احد، يعني فهمت، احنا نتعامل مع واقع، فهمني انا كي تخرج نائبه وتحكي تقول راه صار هكا وهكا وهكا، انا نحملها هي المسؤوليه، ونحمل النواب اللي مشاو معاها في الديمارش هذا هما اللي يتحملوا المسؤوليه. لانه يعني مساله سنيف لابريس وشمس ودار الصباح وما الى ذلك، يعني لا 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 الامور يعني خلينا نفصلوا، لانه النقابه احنا نتعاملوا بايجابيه راه مع المواقف الكل، احنا اللي يهمنا بالدرجه الاولى هو مصلحه الصحفيين سواء الاجتماعيه المهنيه ما الى ذلك، نتعاملوا ديما بايجابيه. لكن اللي صار اليوم
احنا ما حملناش مسؤولين حتى طرف، احنا نلوجوا على المعلومه تاع لان احنا صحفيين قبل كل شيء، نبحثوا على المعلومه على الاصل المعلومه، المشكله وين صايره ومن بعد نتصرفوا. احنا حتى البيان تاعنا ديجا هكا شوفوه، احنا المسؤولين وكلو تواصلنا مع نواب، فما نواب الحقيقه للامانه نواب في المجلس الحالي يعني ادانوا الشيء هذا وقال لك مش ممكن يتواصل الشيء هذا وهذا فضيحة على المجلس في حد ذاته. يعني كان نائب تصرح تقول انه راهو ارتقى وانه كذا وكذا وكذا، هذا فضيحة نواب من المجلس الحالي يعني. نواب موجودين تواصلنا معاهم وعندكم الحق، يعني قالوا لنا عندكم الحق وهالشيء هذا ما يمكنش يتواصل. سي وجيه، هل كان على نقابة الصحفيين مثلا انها تاخذ بعض الاجراءات الاستباقية قبل الجلسة الافتتاحية، ربما تتواصل مع المكلف بالاعلام في المجلس او مع بعض الموظفين ولا بعض الاداريين لتسهيل عمل الصحفيين قبل ما يمشيوا ويلقاو انه فما صد يعني في المجلس اليوم؟ للتوضيح، للتوضيح نقابة الصحفيين يعني ليست مخولة لي مثلا اخذ التراخيص والا تكليف الصحفيين بالعمل. هذه ديجا يعني كان شفت حتى جماعه مديري الصحف هبطت بيان في الاتجاه هذا منذ قليل. المؤسسات الاعلاميه ومديرين المؤسسات والمسؤولين على التحرير في غرف التحرير والاخبار وما الى ذلك هم المعنيين بالمساله هذه، يعني هم اللي يتواصلوا مع مجلس نواب الشعب او مع رئيس الحكومه ولا مع رئيس الجمهوريه ولا اللي هو الطرف اللي يتواصلوا معاه عفوا قبل مثلا قبل بثلاثه باربع ايام يتواصلوا معاه على اساس انه صحفيين. صار تواصل يعني هذا نحكي لك تو انا معلومات عندنا احنا، صار تواصل، ثم مؤسسات اعلاميه تواصلت مع الاداره نتاع مجلس النواب. اي لكن لم يتم الرد يعني ما جاوبوش. وهذا ما تم مع اذاعه الحياه فام بالضبط مع المؤسسات كله، وانتم ما تعرفوا شيء هذا في يمكن حتى في الحياه، في الحياه هكا انت قلت صار. بعثوا ثم مؤسسات، احنا في دار الصباح مثلا المؤسسه اللي نشتغل فيها رسمنا المجلس منذ اربع ايام، لكن ما صفر اجابه يعني فمش اجابه. فهمت كيفاش؟ الوحيدين اللي يعني تمت اجابتهم هم الاذاعه التونسيه، التلفزه التونسيه وكان توز فريق الانباء. احنا كنقابه يعني مش دورنا ان نتواصل، احنا نحاولوا نسالوا كيف المشكله، احنا الحاجه خاطر كلمونا صحفيين يتسالوا كيفاش الدخول باش يكون. تواصلنا احنا، تواصلنا مع رئيس الحكومه، تواصلنا مع الرئاسه هذا قبل ما يصير ما نعرف، لكن لا اجابه، اللي تسال يقول لك ما نعرفش. سي وجيه، فما 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 توضيح نحب نكون في هذا السداد. اولا حتى حد من النواب مع احتراماتنا ليهم الكل معناه هما منتخبين ما هو مؤهل باش هو ياخذ قرار بشان حضور الصحفيين ولا عدم حضورهم، ما عندهمش الصفه ساعه من ناحيه معناها بالضبط إيه؟ معناها باش تتكلم هي ولا تنقل واقع ولا يقولوا هاو حكينا ما في اطار النواب، عملوا وثيقه رسميه هبطوها وامضوا فيها قالوا هذا تصريحها في الاذاعه الوطنيه، تصريح معناها يحسب عليا هي مع احترامات ليها بالضبط. لكن نحن نقولوا كملاحظين وكناس معناها واعيين معناها نفهموا في الشأن العام، حتى حد مع احتراماتنا ليهم ما هو مؤهل ما عدا يا اما اداره المجلس ولا الناس المكلفين يعني بالاعلام في المجلس. وذاك علاش مش نقول انا معناها في الوضع هذايا اللي معناها ثم معناها عدم وضوح وعدم شفافيه، يظهر لي القرار ظاهر معناها يكتسي صبغه سياسيه وكهو بوان على لين بالضبط. في معينه احنا كنا تواصلنا مع بعض النواب والحقيقه كان يعني كانت مواقفهم مشرفه وكانت مواقفهم واضحه، فهمت يعني مش احنا من قلت لك ما نرجموش من غير، لكن النائبه فاطمه المسدي هي صراحه في وسيله تعليم ونرى انه الاشياء هذه تم ضبطها في نظام داخلي. إيه انت خليك تضبطوها في نظام داخلي وبعد تتصرفوا يعني فعلا. انت مازلت حتى وصلت مازلت حتى اليمين الدستوري ما اديتهاش وتتصرف. واضح. باهي. هل الندوه الصحفيه نتاع غدوه والاجتماع نتاع غدوه باش يكون فما قرارات ولا اجراءات منتظره سي وجيه ولا لا؟ مبدئيا باش يكون يعني باش نحكيو على اليسار، باش يكونوا معنا صحفيين اللي حضروا اليوم وتم منحهم يعني باش يكون شهادات، وبعد اللقاء باش يكون بعد الندوه الصحفيه باش يكون فما قرارات ان شاء الله. واضح. سي وجيه اني معناها ديما عندي الفكره هذه وان شاء الله موفقين الساعه. عايشك احنا زملاء وان شاء الله موفقين ربي يفضلك. احتراماتي مجددا. سي وجيه احنا ديما معناها ما نقولوا معناها وي مي معناها كيما معناها البندقيه وغصن الزيتون في الاطار هذايا سميشي سبحان الله لازم تكون معناها مساعي من هذا القبيل حسب رايي، مساعي ولا هذا معناها من اجل معناها رد معناها رأب الصدع اللي موجود حاليا بين الحكومه والنقابه، النقابه نتاع الصحفيين وخاصه زاد العلاقه بينكم وبين رئيس الجمهوريه، علاش ما فماش مساعي باش تتحسن الامور وباش ترجع المياه لمجاريها وتولي عمل عادي؟ ماذا بينا يولي عمل عادي معناها؟
شكرا على السؤال. يعني باش مش باش ناخذ برشا وقت، احنا راهو في تواصل دائم مع رئيس الحكومه للامانه، يعني راهو احنا ما تتطوروش اللي احنا مكتفين يدينا وما نجمش نتواصلوا، لانه مشاكلنا كصحفيين واحنا كنا خمس صحفيين نجم نحلوا مشاكل كان بالتعاون مع رئيس الحكومه، يعني مع وزاره الشؤون الاجتماعيه ومع رئيس الحكومه، وبرشا مشاكل حليناها بالحوار وبال يعني نقعدوا نحكيو، لكن للاسف راهو ساعات ما تلقاش مع شكون تحكي. المشكله في الحكومه، يعني مثلا كان استضفت نهار مسؤول في وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا في رئيس، اسالوه علاش مثلا كي يتواصل معاهم ما يتواصلوش معنا. فهمت؟ يعني انتم احنا ما عندناش مشكله مع رئاسه الجمهوريه، احنا اللي يخدم مصلحه الصحفيين احنا رانا معاه، ما عنديش مشكله. واضح سي وجيه. شكرا جزيلا لك سيد وجيه الوافي، عضو المكتب التنفيذي للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين، بارك الله فيك على قبول الدعوه. كنكون وصلنا للختام. غيكاب ميدي لليوم الجلسه العامه تتواصل، الجلسه العامه الافتتاحيه تنتهي بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الزوز، ترفع الجلسة ومن بعد تتعاود جلسة أخرى يكون يترأسها رئيس البرلمان المنتخب، الجلسة تمرر مباشرة على التلفزة الوطنية. تحياتي ليك سي فتحي صقيرة. شكرا ليك، يعيشك. أيضا تحياتنا لزميلتنا نجلة خليفة هيني أيمن ليقا في الإخراج التقني، سيف الدين بولعريس في